الرحمن الرحيم، ومعاكم ميس أمل عامر، وبنكمل مع بعض مع حبايبي بتوع كي جي 2 يونت 3 في كونكت بلس. وزي ما دايما بنقول يبقى معانا الستيدنت بوك بتاعنا والاكتيفيتي بوك وكرايونز او بنسل كرايونز، طبعا بنسل واريزر. طيب احنا بنكمل يونت 3، ليتس جو اوتسايد. وفي البارت 1 في الجزء الاول شفنا ادم ودينا وهما في الجاردن، وعرفنا الفلاور بلانت بي باترفلايز، عرفنا words كتيرة قوي، وعرفنا ازاي نسأل سؤال لما يكون عندنا حاجة واحدة بس نقول what's this، او لما يكون عندنا حاجات كتير what are these. تمام، حاجات كتير عرفناها، وعرفنا my day، وعرفنا حتى البيزي بي كمان عندها الديلي روتين بتاعها، اليوم بتاعها متقسم. وشفنا الستوري الحلوة دي، لو ما كنتوش شفتوها ارجعوا شوفوها الفيديو الجزء الاول بتاع اليونت. طيب يلا بينا ونتعلم مع البيزي بي الساوندز بتاع اللترز واللترز بتاعتنا. طيب البيزي بي هنا بتقول لنا listen and repeat، وعندنا letters 3 letters النهاردة، letter L بالساوند بتاع letter L، ل ل ل. Can you say it? L, L. Good job. طيب letter X with sound بتاعه X, X. Excellent. Letter Y with letter بتاعه Y, Y. Bravo عليكم. طيب let's read together. L, lunch. أهو الأكل الغدا. L, lunch. L, ليلى. Fox. Fox. Excellent. Yeah, yogurt. Excellent. Yeah, yellow. Well done, friends. طيب بيزي بي بتقول لنا look, trace, and write. ما ننساش نكتب هنا ال lower case L، وهنا ال capital L، وهنا lower case X وال capital X، lower case Y capital Y. تمام يلا بينا ونروح على البيج التانية ونشوف البيزي بي بتقول لنا listen, blend and write then say. عندنا picture الأولانية بتقول ايه؟ number one fox والletter الأخير X، الساوند بتاعه يبقى fox. مظبوط، عشان نبدأ نقرأ. برافو عليكم. This is number six. برافو. This is leg. Number four. Yes. Yeah. Yes. It's a box. So b box. وآخره x الساوند بتاعه. Lemon. 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 Well done, friends. وهنا في song جميلة بتقول six foxes in the yellow box. Six yellow lemons in the tree. And lunch is yummy. Yes, yes, yes. أغنية جميلة مليانة بكل letters اللي احنا خدناها. Letter X وletter Y وletter L. تيجوا نقراها تاني؟ Let's read it again. Six foxes in the yellow box. Six yellow lemons in the tree. And lunch is yummy. Yes, yes, yes. Excellent. طيب تعالوا يلا learn sounds with busy bee. تيجوا نشوف sounds مع بعض. Listen and choose. First one, first picture. What's this? L, L. Leg. Excellent. يبقى letter L. برافو عليكم. X. Letter X. Fox. Excellent. يبقى X. برافو. Number three. Lemon. برافو عليكم صحابي شطرين. Lemon. Lemon. طيب picture number four. Yeah. Yogurt. برافو عليكم. Number five. Girl. Excellent.
أو ليلى. girl L في الآخر girl، وهنا ل ليلى. ل ليلى excellent. number 6 وهي 6 x letter x في الآخر، وهنا number 7 ي yes. برافو عليكم excellent everyone. طيب يلا بينا we'll learn to write with busy bee. trace read and draw. يلا هنا في البوكس نرسم ايه؟ let's read together عشان نعرف هنرسم ايه. a fox in a box. يبقى لازم نرسم بوكس ونحط فيه fox. a box in a fox in a box. تلخبط خالص. يبقى نرسم بوكس وفيه جواه fox. طب هنا في البوكس ده يونس has 6 yellow lemons. الليمون هنرسم lemons 6 lemons مع يونس، نرسم يونس ومعاه 6 yellow lemons. متنسوش تلونوا الليمونز لونهم yellow. طيب يلا بينا let's go back to the student book page 52 sorry. what's in the sky؟ يا ترى السكاي فيها ايه؟ through the day في الday او at night. يا ترى في ايه الday في السكاي؟ نفكر كده مع بعض ممكن يكون في ايه. فاكرين الجاردن كان فيها ايه؟ كان فيها صح، كان فيها بيز، كان فيها butterfly. يا ترى كان فيها ايه تاني؟ احنا عندنا السن اهي، ممكن نرسم السن. وايه تاني موجود في السكاي؟ ممكن clouds. اهي عندنا كمان butterfly وبي. طيب يا ترى at night هيكون موجود في ايه في السكاي؟ فاكرين البيكتشر اللي احنا شفناها للسكاي بالليل كان فيها ايه؟ كان فيها moon، كان فيها stars مظبوط. كان فيها ايه كمان؟ كان فيها حاجات كتير. ممكن نرسم star، نرسم moon، ونرسم owl. الاول دايما بتطلع بالليل تمام. وممكن نجيب البيكتشرز دي عشان نحطها هنا من الكتاب page 99. طيب هنا اهي البيكتشرز دي ممكن هي تساعدنا كمان نحط الشادوز في البيكتشر. cut color and stick تمام. عندنا هنا flower يبقى what's this؟ it's a flower excellent. number 2 what's this؟ it's a plant. برافو عليكم. يبقى it's a flower it's a plant what's this؟ it's a butterfly. طب احنا دلوقتي خلاص كل ده كنا بنسأل على حاجة واحدة، نبدأ بقى في number 4 نسأل what are these؟ what are these؟ they are bees أو butterflies؟ لا bees. bees or they are bees or they are butterflies. okay what are these number 5 they are birds excellent. what are these they are stars. برافو عليكم. طيب لأن دول شكلهم bees مش شكلهم butterfly. هو هنا مكتوب these are butterflies but دي هما هم number 4 شكلهم bees. طيب يلا بينا ونشوف shadows. نشوف الشادو بتاع البترفلاي نرسمه هنا. البيزي بي تقول لنا look draw and color. يلا نرسم ده الشادو بتاع باترفلاي. وروني هنرسم باترفلاي حلوة ازاي هنا. طيب shadows برضو كمان معانا look and make. you need الشادو بتاع البيزي بي pencil وscissors وtape. معقولة هنعمل الشادو بتاع البيزي بي؟ اهو هنا مكتوب البيزي بي بتقول لنا this is busy bee busy bee's shadow. ده الشادو بتاع البيزي بي هنعمله عشان نلعب بيه. برافو عليكم. يلا try it جربوا وممكن تصوروه وتبعتهولي وروني هتعملوا ايه. انا عارفة you're creative انتم مبدعين وهتطلعوا احلى شغل. الستوري بتاعتنا الجميلة it's my shadow.
يا ترى الشادو ده بتاع مين؟ يلا بينا، والمرة دي آدم ودينا أصحابنا هما اللي هيقولوا لنا الستوري الجميلة دي. يلا بينا مع أصحابنا ونشوف بيزي بي بتقول لنا listen, read and point. يلا اسمعوا معانا. دينا what is this؟ تقول what's this؟ يا ترى ايه ده؟ آدم it's a shadow. ده الشادو. يا ترى الشادو ده بتاع مين؟ what's this؟ it's a butterfly shadow. طب يا ترى ايه اللي هيحصل؟ دينا بتقول look it's a bee shadow. ده الشادو بتاع بي. آدم بيقول لها oh yes. آدم oh look they are flowers. المفروض هنا oh they are flower shadows. دول الشادو بتاع الflowers أو الflower. دينا بتقول oh yes. آدم look why is my shadow small. يا ترى ليه الشادو بتاع آدم small؟ البيزي بي بتقول لنا do you know why are Dina and Adam's shadows small؟ يا ترى الشادوز بتاعت آدم ودينا ليه small؟ احنا لسه عارفين من شوية في الـ part 1 لما عرفنا الـ sun near أو far، تبقى على حسب. البيزي بي معانا هي بتقول the sun is far our shadows are small. آدم and Dina بيقولوا thank you busy bee. شكرا busy bee. برافو عليهم لما حد بيساعدهم بيقولوا thank you. شطورين. طب يلا let's go to the activity book. وبتقول it's my shadow. يا ترى الشادو بتاع مين؟ look and tick. يلا نختار. number one the butterfly. which one الشادو بتاعها؟ صح this one. برافو عليكم. طيب الفلاور دي which one is the shadow؟ excellent. برافو عليكم اصحابي. هنا الولد بيقول why is the shadow big؟ why is the shadow small؟ يا ترى الشادو ليه big؟ يا ترى ليه الشادو small؟ نبص للسن ورا كل واحد ونفتكر الكلام بتاع التري والشادو بتاعها في part 1. والبيزي بي لسه قايله لنا صح؟ تمام. A shadow picture. Make a shadow picture. محتاجين paper, pencil, flashlight اللي هو النور ده اللي بالبطارية و pencil crayons و crayons. Picture number 1 نحط البيكتشرز ونعمل لها أو ممكن أي شيب عندنا butterfly أو flowers أو plant ونرسم الشادو نعمل trace للشادو زي هنا كده في number 3. بس حاجة حلوة جدا بجد جربوها هتتبسطوا قوي من الشادو picture دي هتحبوها خالص. هنا البوي عمل ايه؟ عمل dinosaur. يقول it's a dinosaur. فده dinosaur هو عمله، حط الديناصور بتاعه، حط فلاش لايت وعمل تريس للشادو. جميل جدا جدا جدا. فطبعا دي it's a butterfly there are flowers وهنا it's a dinosaur. يلا بينا a shadow picture. look and say. يلا بينا star. صح؟ the shadow بتاعت star. Adam, Dina, busy bee, butterfly, flower. كل دول الشادوز بتوع اللي احنا قلناهم. هنا بقى it's your turn, it's your shadow.
This is a picture of me with my shadow picture. يبقى لازم كل واحد يرسم نفسه هنا ويرسم الشادو بتاعه. يلا وروني بقى الشطارة، أنا عارفة أصحابي هيعملوا amazing job. طيب show and tell، show and tell، وهنا واعملوا الشادو بتاعكو. بص الولد الboy standing on the slide، وأنا شايفة الشادو بتاعه عمال يعمل كده، اللي هو ممكن يعمل dog، ممكن يعمل bird، مظبوط يعمل shadow، بس المهم يكون فيه sun أو light. هنا بالظبط أهو أنا لسه عاملة البيرد. حاولوا جربوها، ممتعة قوي إن أنتوا تقعدوا تلعبوا بالشادو، مكتوبة أهي it's a bird. بشكركم جدا كده يونت 3 يكون خلصت، بشكركم إن شاء الله يونت 4 تنزل قريب. تنسوش قولوا بابا وماما يعملوا سبسكرايب ويعملوا الجرس، يفعلوا الزرار بتاع الجرس علشان لو أي فيديو نزل يوصلكم على طول. بشكركم، see you soon، bye.